السلام عليكم. اليوم نشوف طريقة ننظم بها وقتنا اللي هي أبليكاسيون في جوجل اللي هي جوجل أجندا. دونك ننزلو هنا من كونت جيميل نتاعنا، ننزلو على أجندا. دونك هذه الأجندا مش تبدأ سينكرونيزي على التابلت نتاعنا وعلى البورتابل نتاعنا. دونك ندخل هنا بار إكزومبل مش نعملو إيفينمون أديزور بار إكزومبل، نكتبو فيديو نجم ننفيتيو وبعد اخرين باش يحضروا ليفينمون هذايا. نختاروا الوقت من يبدا من يوفا، بعد ننزلوا انجستري، ننزلوا انفوي. دونك ليفينمون هذايا باش تتبعث للكونت سلاح ادريس. دونك نجي هوني نلقى ايفينمون جاتنا، نقولو بارتيسيبي. اون فوا نزلنا هوني بارتيسيبي، شجينا هوني ايميل وقلنا سلاح ادريس اكسبتي ايفينمون هذا. باه شوفوا ابليكاسيون اخرى تنظم لنا وقتنا اللي هي جوجل كيب. منين باش نلقاها؟ باش نلقاها هوني في ليزابليكاسيون، ندخل هوني كيب. باه مش تعملنا هذه، مش تعملنا رابيل مش تظهر في الاجندة نتاعنا. بار اكزومبل هوني نكتبو انجستري فيديو شاك سيمين. نعود نكتبو النوت هذه، نختارو كولور نتاعها، نختارو كولابوراتور. وهوني نقولو بار اكزومبل اللي هي دوما سوار 18. وهوني توت لي سيمين انجستري. نعمل اكتيفيزي، مش جينا كان على البي سي، مش جينا رابيل ليفينمون، مش جينا هوني من جوجل كيب تظهر لنا هذيا انجستري فيديو شاك سومين. مش نلقاها شاك سومين مع 18 تظهر. ان شاء الله عجبتكم الفيديو هذه، ما تنساوش تحطوا جيم وابوني بو للشين نتاعنا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.